اهلا بيكم في حلقه جديده من اورثومتك توكس. معانا النهارده بيشنت عنده كذا كومبلين. تعال نشوف مع بعض هو اول ما جه العياده اشتكى من ايه. اول حاجه لما جه العياده اشتكى ان هو عنده ايدج تو ايدج ريليشن، وكان في هيستوري قبل كده ان هو كانت مركبه تشينك اب. لما عملنا دايجنوزس لان عندنا كراودنج سبيشالي في الابر ليفت كيناين اريا، وعندنا ايدج تو ايدج ريليشن في السنترال انسايزر في الرايت سايد، كمان عندنا الليفت لاترال انسايزر في الكروس بايت. المشكله اللي احنا لما جينا نعمل دايجنوزس لقينا ان احنا عندنا السبيس قليل قوي في المنطقه بتاعه الابر رايت كيناين اريا. في الابر ليفت سايد عندنا ريليشن اتس لايك كلاس 3 ريليشن، في المولر كمان لايك كلاس 3 ريليشن. جينا نبص على الاوكلوزال يو فيو في الابر ارش لقينا ان احنا عندنا كراودد ارش، باين قوي الروتيشن اللي موجود في الكيناين وفي اللاترال اريا وفي السنترال انسايزر. الابر ليفت لاترال فيها روتيشن والابر رايت لاترال برضه فيها روتيشن، الفور روتيتد شويه. بدانا نفكر الكيناين ده موجود فين، فجاست ان احنا في البانوراميك اكس راي بصينا لقينا في وايدنينج حوالين الكراون بتاع الكيناين. شفنا كمان في البانوراميك اكس راي اللونج اكسس بتاع اللاترال انسايزر والفور، وازاي ان اللاترال فيها ديستال تيبنج. بعد كده طلبنا من البيشنت الاكسترا اورال فوتوس عشان نعمل لها اناليسيس. بدانا نلاحظ ان في سلايت ميد لاين شيفت في الابر سايد، في الابر رايت سايد ناحيته. كمان بصينا هنا لقينا البروفايل بتاع البيشنت في بروميننس في التشين والسمايلينج، الابر ليب واللور ليب راجعين ورا. في البانوراميك اكس راي الوايدرنج واضح جدا هنا، البون ليفل كويس او في اللور، بس المشكله في الابر ارش سبيشالي في الابر رايت كيناين اريا. الكيناين هنا لو خدنا بالنا هنركز فيه قوي، هنلاقي ان الكيناين الويدث بتاعه ميزوديستري اكبر شويه من الويدث بتاع الكيناين في الليفت سايد، وده موستلي بيكون انديكيشن ان الكيناين الامباكتد موجود باليتال. لما الكيناين يكون باليتال تلاقيه لارجر ميزوديستري، لما الكيناين يكون ليبيال تلاقيه نارور ميزوديستري، وده ساين قبل ما تطلب سي بي سي تي تعرف من خلالها الكيناين موستلي هيكون امباكتد ازاي. في السيفالومتريك اناليسيز لقينا الـ SNA 74 الـ SNB 75 ولقينا الـ upper central incisor about 107 والـ lower central incisor about 95، يعني almost في slight maxillary deficiency. اكيد بناخد بالنا كمان في الصورة ديت من الـ E-line السف الـ upper lip والـ lower lip كانوا باك للـ E-line. طلبنا من الـ patient الـ CBCT. في السي بي سي تي هنا بنلاحظ ان عندنا ازاي ان الكيناين ده امباكتد باليتال وريتروكلايند اوفرلابد شويه باللاترال انسايزر. في 3 دي موديل تقدر تاخد بعض الداتا مكانه فين، بس بعد كده لازم تبدا تبص للسلايدز بتاعت السي بي سي تي. زي ما اتفقنا في التوك اللي فات تبدا تبص هنا الرقم بتاع ال سي بي سي تي انت في كات نمبر كام، وبتبدا تيجي تحت هنا وتشوف الكات. فزي مثلا باين قوي عندنا عند الكات نمبر 12 كناين بيبدا يابير باليتال، مفيش عليه بون، في سلايد بون وايدنينج بسيط حواليه، والريديلوشنز اللي كانت باينه لنا في البانوراما بتكون واضحه هنا جدا. باين هنا في الكات نمبر 13 14 الوايدنينج اكبر، البون ريزوربشن شويه موجود حوالين الفوليكل بتاعت الكيناين. هنا كون بين برضه موضحه قوي في 3 دي موديل ازاي ان هو موجود في الحته دي. الابر رايت لاترال برضه فيها انوملي شويه في الكراون بتاعها، واضح جدا هنا ان احنا عندنا الانوملي اللي موجود فيها. تريت بلان ليفلنج الاينمنت ستارتنج وذ ذا ابر ارش، هبدا اعمل ليفلنج والاينمنت بدايه من واير 12 نايت اي لحد ما نوصل لواير ريكتانجلر. ماي بروتوكول ان امباكشن تريتمنت، وانا بعمل ليفلنج والاينمنت هبدا اكسبوز الكيناين وهبدا اريموف بون حوالين الكيناين ده عشان اديله فرصه يحصل له سبونتينوس ايربشن. واكيد عشان ما يحصلش بون فورميشن فوقيه لازم هنعمل كوباك. في الوقت ده انا بعمل سبيس اوبننج للكيناين، عايز ازود اباوت 1 تو 2 ملم، هستفيد منهم من خلال الكويل اللي هيعمل لي دي روتيشن في الفور وهيعمل لي ابرايتنج في اللاترال انسايزر. يبقى اكسبوجر بون ريموفال وبعد كده كوباك. في
في الفيديو ده بيوضح ستيب باي ستيب الاكسبوجر بيتم ازاي. انت جاست هتانستسايز البيشنت. هنا عملنا الاكسبوجر بالالكتروكوتري. يو كان سيلكت بتوين ليزر الكتروكوتري اند ايفن سكالبل. هبدا اريموف السوفت تيشو، وبعد ما ريموف السوفت تيشو واعمل اكسبوجر وانا عارف ان التب بتاعته مفيش عليها بون بس في سلايد بون حوالين الكراون، هاجي بالهاند بيس بالبير وهبدا اريموف البون سراوندنج ايه التوث دي. كمان ما ننساش عايز اعمل سلايد بون ريموفر ان ذا باث اوف تراكشن باكلي عشان ما يكونش فيه اي ريزيستنس. بعد ما عملنا بون ريموفر شلنا البون بشكل كويس جدا. ناخد بالنا كمان ان الاماكن دي بتبقى شويه دينجرس، قريبه قوي من جريتر بالاتاين، واحيانا ممكن يحصل له انجري وانت هيكون معاك الالكتروكوتري او الدايثيرمي عشان لو حصل حاجه زي كده سادلي لازم تستوب البليدنج بالالكتروكوتري. بعد ما خلصنا بنجهز كوباك بيريو باك ايا كان التايب اللي انت بتستخدمه. انا بحب دايما استخدم الكوباك اوف جي سي كومباني جاست اوتوميكس، اور يو كان سيلكت لو عايز بيس اند كاتاليست وتعمل ميكس وتبدا تعمل البول هنا وتكفرت باي ويت جوز. During leveling alignment and space opening هيبدا ان خلال 3 to 4 months بدا يحصل له auto eruption. التب بتاعت الكينين بدا تابير هنا والسبيس دلوقتي بقى ايناف جدا للكينين ان احنا نقدر نعمل له تراكشن. في احيان كتيره الكينين بيظهر بشكل كامل وتقدر تبوند من غير another gingivectomy. في الكيس دي احتجت سلايد جنجيفيكتومي بقلي هنا عشان اقدر ان انا اعمل البوندنج للايلد. بعد ما عملت الجنجيفيكتومي بقلي ودي بتبقى حاجه بسيطه جدا، ممكن تسالني انت ليه ما عملتش ده كله مره واحده. انت هنا دلوقتي ضامن ان مفيش اي بون كفرنج، شلنا البون المره اللي فاتت حصل له سبونتينوس ايربشن مش هنحتاج باليستا لوب. الكيس بقت اسهل. التريت بلان في النكست ستيب هنسيف الكويل باسيف في المكان اللي هو كان فيه عشان السبيس ما يقفلش تاني. عندنا دلوقتي المين ارش واير، عندنا المين ارش واير هيكون واير SS16x22 وعندنا كمان الواير ده اللي هو بنعمل بيه ديستنت تراكشن عشان البند بتاعتنا ما تبقاش اكتر من 30 degrees. والواير السكند اللي موجود هنا ده هيكون واير 12 نايتاي اللي بيعمل لي الليفرج والاينمنت. اند ذس تكنيك كولد بيجي باك. اوكي شفناه في التاك اللي فات ازاي قدرنا نشد بيه السنترال انسايزر. وهنا طبعا بيس اوف فلوبل كومبوزيت بحيث ان هي تو افويد ان التب بتاعت اللي جيتش واير ما تعملش انجري للبيشنت. الايلت طبعا وده الاتاتشمنت اللي احنا بنستخدمها هنا عشان نقدر ان احنا نتراكت الكي 9. Every one month activate the ligature wire. Next month activate the ligature wire. لحد ما الكناين بدأ يوصل للليفل بتاع المين واير. And now it's time to remove both wires and insert wire 12 directly into the eyelet. وده من الحاجات انك لما تيجي تعمل eyelet خليها vertical عشان نقدر نعمل الستيب دي بسهولة ونوفر وقت او نوفر one visit to rebond. الفيست اللي بعدها الكناين بقى افضل شوية. It's time to rebond. حطينا البراكت في المكان الصح، خليها في السنتر بتاع الكيناين بشكل كويس، وعشان نساعد في الروتيشن اللي موجود عندنا هنا عشان زي ما حضراتكم شايفين كده الكيناين ستيل روتيتد واللونج اكسس جاي كده مش جاي مع الاوكلوزال بلين الصح اللي احنا عندنا، فهعمل له تراكشن ديستري. التراكشن ديستري معناها انه يحصل له روتيشن، وزي ما انتم عارفين تراكشن اون راوند نايتاي واير هتاتشيف تيبنج اند روتيشن، وده اللي انا محتاجه هنا. طبعا شدينا على السكس دايركتلي. هبدا الفيزت اللي بعدها اتشينج الواير للواير الاكبر 14 16 18 لحد ما نوصل ريكتانجولر واير مره تانية. وبكده الار شيب بقى مظبوط، الميد لاين بقى مظبوط، الكيناين بوث سايدز بقى الايند، والابر واللور بقوا الايند. نيجي بقى للخطوه الاصعب اللي هي هاو تو كوريكت كلاس 3. احنا دلوقتي خلصنا الليفلنج والالاينمنت والكيس ستيل ايدج تو ايدج. بقت احسن شويه، البروتروجن اللي عملناه في الابر بقى افضل، بس ستيل عايز اقفل البايت اللي هي باين ان هي اوبن، وعايز كمان اكوريكت كلاس 3 ريليشن. يعني لو خدت بالك بص الابر كيناين بيأكلود فين، وزي ما انتم عارفين ان هو تشاد كلود بتوين لور كيناين اند 4. طيب ايه الطرق اللي ممكن تصلح بيها كلاس 3؟
ممكن تصلح كلاس 3 من خلال انك تاكستراكت في اللور، بس ده لو البروفايل فيه بروجنوسيزم ولو اللور تيث بروكلاين. احنا عندنا اللور تيث ان نورمال لونج اكسس. الحاجه الثانيه اللي ممكن نعالج بيها كلاس 3 دنتال انك تعمل ديستلايزيشن في اللور باي مينيس كروز او عن طريق كلاس 3 الاستكس، وده اللي انا اخترته في الكيس اللي معايا. كلاس 3 في الحالات المايل دي هتكون مفيده قوي. هقدر من خلال الكلاس 3 ان انا اعالج الاوبن بايت وعالج كمان كلاس 3. كلاس 3 اللي استخدمتها هنا استخدمتها من الابر 5 لللور كيناين which is called short elastics. الشورت elastics تعمل لي ريتراكشن، وما تنساش معاها ان انت تعمل ليجيتشر في اللور انتيريور تيث عشان يرجعوا as one unit فيعملوا بريشر على البوستيريور، فاكن بالظبط اللور بيحصل له ديستلايزيشن والابر بيحصل له بروتروجن، فتقدر من خلال ده تصلح كلاس 3. بعد كده خليتها شورت اكتر، خليتها من الفور ابر لللور كيناينز عشان تقدر تعمل لي ديكريزنج كمان في الاوبن بايت اللي موجوده والاوبن بايت تقفل مع الكوركشن اللي بتتم في كلاس 3. 1 مانث الموضوع بقى افضل كتير، الاوبن بايت اتحسنت، كلاس 3 اتحسنت، كملت كمان شويه وبعدين جت فتره السيتلينج. استخدمت هنا في السيتلينج الدبل بوستيريور الاستكس اللي بيجي اكنه على الابر كيناين اكنه دبل وبيوصل لللور كيناين اند فور بالشكل اللي قدامنا في الصوره دي. الالاستكس ده من الحاجات الرائعه جدا اللي بتساعدني في الانتركوسبيشن بشكل سريع ومميز. خلصنا التريتمنت، خدت تقريبا في حدود 20 شهر، بتريموف بتكلين كويس وبكده الار شيب مظبوط، الميد لاين مظبوط، الالاينمنت بتاع الابر واللور انتيرير تيث مظبوطين جدا جدا، وقفلنا الكيس، عالجنا الامباكتد كيناين وعالجنا كلاس 3. اشوفكم في ابسود جديده من عسكر اورثونتيك توكس. سي يو.